هنروح مع حضراتكم لخبر آخر، لأن في إشادات كبيرة حصلت عليها قناة القاهرة الإخبارية لدورها الإعلامي المتميز في نقل وتغطية الأحداث الأخيرة. ده كان جزء من زيارة دكتور إناس عبد الدايم رئيس الأكاديمية المتحدة للإعلام لقناة القاهرة الإخبارية، واللي وصفتها بأنها صرح كبير بينافس كبرى القنوات الإخبارية على الساحة. كمان أثنت على التجهيزات عالية المستوى من حيث الصوت والصورة والاستوديوهات أيضا المجهزة بأحدث إمكانات العرض في العالم، فضلا عن ضمها نخبة مميزة من الإعلاميين والمراسلين حول العالم. وكان الكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في استقبال رئيس الأكاديمية المتحدة للإعلام، ووفد يضم قيادات الأكاديمية وأحدث دفعة من المتدربين في الأكاديمية. خلال الزيارة استعرض الطهري مسيرة القناة منذ انطلاقها وحتى الآن، وحرصها على مواكبة التغطيات أو التحديات الإقليمية والدولية بسرعة وبكفاءة، ده إلى جانب شبكة كبيرة من المراسلين منتشرة في أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، ومنها مكاتب إقليمية في بريطانيا والولايات المتحدة ولبنان. كمان أكد الطهري أن قطاع القنوات الإخبارية بيدعم بشكل قوي أكاديمية المتحدة للإعلام، وأن القنوات الإخبارية بتفتح ذراعيها للمتميزين للعمل بأقسامها المختلفة. ورافق الطهري وفد الأكاديمية المتحدة للإعلام في جولة في أنحاء مبنى القاهرة الإخبارية واستوديوهاتها وأقسامها التحريرية والفنية المختلفة. أجاب أيضا على جميع أسئلة المتدربين بشأن قضايا الإعلام وتحدياته في الفترات الراهنة والمرحلة المقبلة، مع التركيز على صناعة الخبر والتحول الرقمي في القطاع.